ولكن لا يذكر كثيرا المفعول به، وذلك لكثرة الاستعمال. والأصل أنه متعد بهمزة التعدية، ولكن الاستعمال خفف من هذا المفعول. والكلمات العربية دائما تتطور ولها مراحل، لأن اللغة كائن حي، والكائن الحي من شأنه أن ينتقل من طور إلى طور على حسب درجة التطور في المجتمع وتقلب أنواع الحياة. فكثير من الكلمات كانت مستعملة ثم أميتت، أو كانت مستعملة بمعنى وأصبحت تستعمل بمعنى آخر، وهذا من شدة الحياة. وأيضا يدل على مؤونة اللغة العربية، وأنها دائما تتحسن وتتطور وتواجه حاجات المجتمع وحاجات كل عصر، لأن كل عصر يأتي بجديد ويأتي بأشياء غير معروفة في السابق. ولذلك أصبح لفظ آمن يتعدى بحرف الجر الباء، يقال آمن به، وأيضا يتعدى بحرف الجر اللام، آمن له. ونقول هو متعد، ولكن لكثرة الاستعمال والتداول حذف المفعول به لعدم الحاجة إليه، لأن التركيز على الشيء الذي نؤمن به، ولهذا يتعدى بحرف الباء أو يتعدى بحرف الجر.